بعدين لا تروح بعيد، هي انا قدامك. رحت على المطار شيء لاستقبل امي؟ ليش امكم بالحج سيدنا؟ لا، ليك بالبيت. بس لو كانت بالحج ورجعت بيوم عظيم مثل هاد ما كنت رحت. بروح. روح الله يرضى عليك. على المطار سيدي؟ لا، على الاحتفال، لانه في فقرات مهمه كثير هلا بتروح عليك. ها روح. يا سلام، اصوات الاهازيج واصله لهون. ادخل. عفوا استاذ، بدي استاذنك بشغله لو سمحت. تفضلي. اذا في مجال انزل على البيت بكون شاكر لطفك. ليش بدك تروحي على البيت؟ مليتي؟ اعوذ بالله، شو مليت استاذ، بس اليوم عرس بنت خالتي ودوبني حضر حالي من هلا. صدقيني يا انسه انه هالاحتفال برا هو العرس الحقيقي. سمعاني؟ سمعاني اهازيج العمال؟ سمعاني زراغيط العاملات؟ سمعاني الدبكه والميجنه والدلعونه؟ صدقيني يا انسه انه يوم مثل هاد صعب يتعوض. صعب شو الحكي؟ فخليك اليوم هون بعرس الانتاج ونسيلي عرس بنت خالتك، بيكون افضل. مثل ما بتامر استاذ، عن اذنك. لوين رايحه؟ على مكتبي استاذ. وليش ترك الاحتفال؟ قلت بلكي لزمك شي استاذ. لا ما بيلزمني شي، انزلي الله يرضى عليكي على الساحه وشاركي رفقاتك بالفرحه. حاضر استاذ. نسيت اسالك، انت بتعرفي تدبي منيح ولا ما بتعرفي؟ مو كثير استاذ، بس بدبر حالي. اصبح مسكي على الدبكه مع رفقاتك؟ لانك اذا ما دبكتي بيوم مثل هاد امتى رح تدبكي يعني؟ امتى؟ حاضر استاذ. دخيل الله، تكسروا رجلي من الاحتفال. ليش عملت؟ دبكت؟ رقصت؟ لك لا دبكت ولا رقصت، قلبي من حامض لاوي. بس قليله هالوقفه على كعب رجلي طوال النهار. لا والله مو قليله، بس يعني ما كان المفروض انك تشارك رفقاتك شويه بالاحتفال؟ يا ستي، ان شاركت ولا ما شاركت الاحتفال ماشي فيي وبلاي. بقى ليش نطوت مثل الدبب وانا بهالعمر هاد؟ قومي قومي الله يرضى عليكي، ساوي لي كاس الشاي صحصح فيها نافوخي. قومي.